متابعي قناة التحرير حصة سكور سبور، سعداء بلقائكم وعدد جديد من حصة سكور سبور. هذا العدد سيكون مخصص للحديث عن أكاديمية زغبيات لكرة القدم بحاسي خليفة، وللحديث أكثر حول كل ما يدور حول شؤون هذه الأكاديمية سعيد باستضافة رئيس نادي ترجي زغيبات بحاسي خليفة سيد كمال المرخي. أهلا بكم سيدي معنا. مرحبا بكم وشكرا على الدعوة والاستضافة الطيبة هذه، وإن شاء الله تكون بنتنا قاعدة طيبة إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا سعيد استضافة المكلف بالإعلام في النادي السيد فيصل الشرقي. أهلا بكم سيدي معنا. وبك أكثر إن شاء الله أستاذ، ربي يبارك فيك إن شاء الله. شكرا على هذه الاستضافة الجميلة، إن شاء الله تكون حصة ممتعة إن شاء الله. نعم، لا شكر على واجب. أيضا سعيد باستضافة السيد هميسي محمد فاروق، المدرب فئة أقل من 13 سنة في النادي. أهلا بكم سيدي معنا. شكرا، بارك الله فيك الشيخ على حسن الاستضافة، وبارك الله فيكم إن شاء الله تكون حصة مليحة إن شاء الله. نعم، متابعي قناة تحرير حصة سكور سبور، قبل أن أبدأ حصتي هذه فاصل ونعود. ما كانش صورتي، ما كانش عودة إليكم مجددا المتابعي الكرام. حصة سكور سبور كما تكلمنا في بداية الحصة، هذه الحصة ستكون مخصصة للحديث عن أكاديمية ترجي الزغبيات لكرة القدم بحاسي خليفة. سأبدأ معكم مباشرة في صلب الموضوع سيد كمال مرخي، رئيس نادي ترجي الزغبيات. كلمة عن نبذة تعريفية بهذا النادي. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكركم ونشكر جمهورنا اللي راه يتابع فينا على القناة التحرير، مشكورين راهم يتابعوا فينا كامل، اتصلوا بينا ربي يجزيكم خير إن شاء الله. نبذة خفيفة بركة إن شاء الله عن مدرسة ترجي. مدرسة ترجي كما يعرف الجميع خاصة أبنائنا على مستوى حاسي خليفة، كانت البداية نتاعها في دار الشباب حاسي خليفة 2009، يعني كانت الانطلاقة الأولى باسم النادي الأمل أو جمعية الأمل، النادي الرياضي الهواة الأمل، كان يشرف على رئاستها الكوتش عبد الحميد عوينات سابقا، يعني في 2009 2008 2009 كانت الانطلاقة، وبدينا في دار شباب تعتبر أول أكاديمية على مستوى بلدية حاسي خليفة تهتم بالفئة الصغرى والولاد الصغار. يعني كنا في 2008 2009 كان دار الشباب هي المتنفس الوحيد اللي عندنا قبل ما ينطلق المركب الرياضي الجواري بالنزلة الشرقية. من 2009 ل 2015 كما تعرف يعني العهدة ولا المدة تاع الجمعيات بصفة عامة انه ربع سنوات خمس سنوات، احنا ما تواصلنا شوي وكنا كيف تح المركب تقريبا في 2010 اسوا اكاديمية التحدي في المركب، كانت عندنا توأمة مع المركب الرياضي بحاسي خليفة بالنزلة الشرقية مع بلدية الدبيلة وغيرها، وكان عندنا يعني تكلفنا بالفئات الصغرى نتاع وفاق حاسي خليفة النادي الرياضي العريق المعروف على مستوى حاسي خليفة، اللي هذا العام والعام الماضي للأسف ما انقاجوش، يعني ما نخرطوش في البطولة الولائية اللي نأسف إن شاء الله يرجع من جديد. أشرفنا على الفئات الصغرى من 2009 لغاية 2014 2015، بعد توقفنا 2015-2017، يعني عدنا العامين هذه ما توقفنا بسبب ارتباطاتنا، يعني كل ارتباط الجامعة وكل ارتباطات الخدمة الوطنية، الطاقم اللي كان معايا سابقا على كل حال. 2017 جددنا النادي باسم جديد بحلة جديدة، درنا باسم الحي على كل حال ترجي الزغبيات، مدرسة ترجي كما قلنا اللي بدأت 2009. بدأنا الحمد لله يعني عودة قوية بطاقم شاب جديد مؤهلات الحمد لله، يعني بدأنا سواء النشاط تاعنا في دار الشباب أو في المركب الرياضي الجواري حاسي خليفة، اللي نشكره كذلك المدير تاعه الشيخ فرحات حبا والشيخ محمد عامري مدير دار الشباب اللي ما بخلوش علينا، يعني كانوا يعاونوا فينا موفرين كل الأشياء أو المستلزمات سواء تاع التدريب ولا غيرها،
والحمد لله يعني كانت الانطلاقة موافقة 2017 بميلاد يعني اتحاد الهمايسة، يعني انطلقنا مباشرة مع اتحاد الهمايسة اللي نشكر الشيخ عنتر بترعى رئيس النادي اللي أعطانا الفرصة بالإشراف على الفئات الصغرى باتحاد الهمايسة من 2017-2018 لحد الساعة، يعني لأن الحالية رانا ما زلنا نخدمه مع اتحاد الهمايسة، وختمنا الحمد لله يعني ثاني مع الوفاق وفاق حس خليفة ثانية، كانت عندنا مشرفين كذلك، أنا عندي مدربين كلفتهم بالعمل مع وفاق حس خليفة، وإحنا ثاني مع اتحاد الهماس اللي راي تنشط في الجهوي الأول اللي نتمنى له إن شاء الله الصعود للقسم الثالث واللي ملا هذا العام إن شاء الله. نعم شكرا سيد، هذه مختصر يعني. نعم سأبقى معكم سيد كمال، أكيد أنه أي فكرة تأسيس أي نادي أكاديمية تكون عندها دوافع وأسباب، يعني ما هي الدوافع والأسباب يعني اللي خلتكم تفكروا أنكم تنشئوا أكاديمية أو ما يسمى بنادي ترجي الزغبيات كرة القدم؟ والله يعني كنا كما نقول احنا كعضو في الأنشطة الرياضية على مستوى حس خليفة، هي اللجنة الشبانية اللي ناشطة على مستوى حس خليفة، وزيد ارتباطي ثاني بعمل في دار الشباب، راني موظف في دار الشباب حس خليفة يعني في إطار الشباب والرياضة على كل حال التخصص نتاعنا، والدفع الثاني هو رغبة الأولاد وميولهم للنشاط الرياضي وخاصة كرة القدم بالخصوص، يعني اللي راي نقول احنا تستقطب يعني تستقطب الشباب يعني. نعم رانا نعم راني قائد في الكشافة الإسلامية، قائد من يعني من 99، وزيد ناشط يعني جمعوي في النشاط الشباني النشاط المسرح، لقينا أول نقطة اللي تجمع أكبر فئة من الشباب وخاصة الأولاد تاعنا هي كرة القدم، وشغل وقت الشباب على الأفات الشبابية. أعطيك صح. نعم. والنقطة الثانية اللي هي حاليا خاصة في السنوات الأخيرة يعني من 2018-2019 ليومنا هذا انتشار نقول احنا المخدرات المنهيوسات. نعم. في الوسط نتاع الأطفال والشباب. نعم. يعني هذا زاد أعطانا دافع أقوى أنه باش نميلوا لكرة القدم، يعني بالرغم أنه عندنا الكشافة فوج الريحان وعندنا جمعية المسرح وعندنا النادي الإنشاد رغم كامل ينشط الحمد لله وفيهم فئات من الأولاد، لكن الأقوى اللي تستقطب الشباب أكثر اللي هي كرة القدم يعني. نعم شكرا سيدي، الله يسترك. سأعود أعود إليكم سيد فيصل شرقي، بحكم أنكم مسؤول مكلف بالإعلام في النادي، هل لديكم يعني استراتيجية عمل على مستوى الإعلام للترويج والتسويق للنادي حتى يأخذ بعد آخر، يعني لأنه الإعلام شيء ضروري للترويج لأي شيء. بالنسبة للإعلام كما قلت أستاذ أنه هو شيء ضروري هو الأساسي. نعم. لأنه لولا الإعلام لما ما كتش خدمته كتش تخرج. نعم. صورة أي شيء. بالنسبة لاستراتيجيتنا اللي رانا نمشي بها في الإعلام بسيفتيانا المعنى المسؤول الأول. نعم. في الإعلام. نعم. نخدمه كفريق، عندي فريق مخصص مؤهل ثاني معنا. نعم. لازم التأهيل أنها معنا أقل شيء يكون عارف الأساسيات البسيطة سواء في التصوير أو في التقديم. نعم. نخدم كفريق كل مهام كل إنسان يعني. كل إنسان معنا مقسم إلى مهامه. نعم. نعم. وكل معنا وقت من نضغطوشي على فرد واحد من تحت إشراف مننا اللي خاص بالتصوير اثنين أو ثلاثة، كل مثلا نقول هني ماتش ولا كل تدريب ولا كل حاجة أنا بعثه واحد، وهذا الاستراتيجية هذه نخدم بها، وهذا ينال اللي دافع الوحيد اللي خلاني نمشي في المجال الإعلامي، أني قبل كنت هاوي من اللي بدأت في 2017 مع الأستاذ قيد كمان، من اللي بدأت معه في 2017 كنت هاوي في التصوير، ما كنتش عندي الإمكانيات هذه كل ما كانش عندي الخبرة هذه كل كنت هاوي، وهذا الدافع الوحيد اللي خلاني نمشي في المجال، والحمد لله يا ربي راني تو مصوّر يعني مصوّر معروف. كما قلنا استراتيجية اللي نمشي بها استراتيجية أن ندخلوا الشباب أن ندخلهم كفريق واحد، نخدمه كفريق وما نخلوش الخدمة تحتكر على شيء وعلى إنسان واحد، أن في سواء في النشر نخدمه كمنشورات متفاوتة، ما نخدموش وراء بعضها منشورات. نعم. هذه اللي تميت المنشورات. نعم. في الصفحة نخدمه عندنا في النهار، عندنا منشور تدريب أو منشور يعني ما تكثفوش العمل باش تكون أمور جيدة. أيوة. نعم. أمور جيدة. نعم. أمور ماشية. نعم. هذه الاستراتيجية. نعم. اللي نخدمه بها. نعم. كل عمل تعطوه حقه حتى تنشروا العمل الاخر. ايوه. نعم. ما نخلوش هني الاعمال تقتل بعضها، تنشروا. نعم. منشورات ورا بعضها، العمل اللي يقتل خوه العمل اللي يقتل خوه. نعم. لا نخلوا العمل هذا ياخذ حقه من التفاعل. نعم. او ياخذ حقه من المشاهدات ثم بعد ياتي عمل الاخر. نعم. هذا الاستراتيجيه هذه في الاعلام خلتنا حتى في الاعمال الخارجيه معنا في التدريبات ولا حاجه نخلوا وقت متفاوت بين التدريب وتدريب اخر ولا بين التدريب وماتش ولا كي حاجه كما. نعم. هذه الاستراتيجيه اللي رانا نمشوا بها. نعم. في الاعلام. نعم.
شكرنا سيدي. أعود لكم سيد محمد هميسي فاروق، بحكم أنكم يعني مدرب فئة أقل من 13 سنة في النادي، هذه الفئة يعني متعارف عليها في الوسط الكروي أنها فئة مهمة يعني في التكوين، والفئة يعني في بعض في الكثير من النوادي هذه الفئة تلقى تهميش يعني في الكثير من النوادي، بحكم أنكم من أهل الميدان سيد هميسي محمد فاروق، ما هي أهم الميزات اللي يتميز بها اللاعب في هذه الفئة يعني؟ سواء يعني في ترجي زغبيات بصفة خاصة أو في فرق أخرى بصفة عامة يعني. فئة منين هذه؟ فئة يعني الأصغر. فئة بجماعة. بجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أهم شيء تميز اللاعبين في الفئة هذه إنه يكون طموح. لازم يكون عنده طموح باش يوصل معناه الغرض اللي هو في راسه، معناه حاب يلعب مع نادي كبير ولا حاب يكون ذو جودة قوية، معناها لاعب معروف لازم يكون خادم في أكاديمية ملاحة، وخاصة في الإيطريس لأنه باش ينتقل للمنيم. ينتقل للمنيم معناها باش يبدأ يخدم في نوادي، معناها ما يبقاش في أكاديمية يبدأ يخدم في نوادي. لازم يكون في هذه العمر ولا أو في هذه الصنف إيطريس لازم يكون يخدم مليح ولعب جيد وجودة عالية. نعم، مثلا المتابع الكريم يطرح الأسئلة للتساؤلات في هذه الفئة، مثلا ما هي الأشياء اللي لازم مثلا تعلموها للطفل في هذه الفئة، وما هي الأشياء اللي يكون يعرفها مثلا أبجديات يعني الكرة في هذه الفئة يعني أول شيء عليها للفئات القادمة يعني؟ أول شيء وقبل كل شيء أنه نعلموه على الأخلاق. نعم، أول حاجة هذه والأخلاق هي اللي تطور في مسيرة أي لاعب يعني. نعم، يعني لاعب بلا أخلاق حتى دخل الميدان يخرج لك الكيب كامل من الماتش. نعم، لأنك يكون لاعب خارج من الأخلاق يبدأ يعيط على أصحابه، يبدأ يعيط على الحكم، يبدأ يعيط مع المدرب، يتعاركوا اللاعبين، يخرج أصحابه من الماتش ويخرج هم من الماتش، يفسد لك اللعبة كاملة. نعم، بصح يكون لاعب ذوي أخلاق حتى كي يغلط واحد من اصحابه ولا المدرب يخطئ ولا حاجه يصلح واش كاين الدخل يصلح ما يقال لي يكون ليدور يعني قائد يعني يعرف يحتوي لازم مجتهد في في الفئه هذه. لازم يكون المدرب ما يخدمش قائد في هذه الفئه، لازم يديرهم كل يخدموا كقائد. ليش؟ لان اي لاعب الداخل هو قائد في هذه الفئه. نعم، لان هم يديروا بعضهم وهم يمشوا بعضهم، ما كاش واحد يمشي الكلمه نتاع على اللاعبين الاخرين، لان مازالوا يتعلموا كامل. مازالوا يتعلموا. نعم، شكرا سيدي. اعود اليكم السيده كمال، يعني بحكم انكم في رئاسه النادي نعرفوا ان المال هو العصب الحياه يعني في اي شيء، المال هو اللي يسمح لاي شيء بالتطور والتحسن اكثر والدوام يعني اطول فتره ممكنه. نفس كما قلنا. نعم، يعطيه نفس ابعد واطول. الوضعيه الماليه للنادي يعني والهيكله في النادي بصفة عامة كيف هي أحوالها يعني؟ والله هي مقارنة يعني نكون نقول إحنا بنوادي أخرى، وكما يقال أنا ديما لما نستضيف ضيوف نقولهم في الجانب المالي فرغ قلبك يعني، عندك ما تقول يعني الجانب المالي بس كل راية أكيد 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 بس كل راية معمرة يعني أكيد أكيد الجعبة ممتلئة يعني كما كنت تحكي الشيخ ورانا كيما نشوف إحنا عندنا أكبر دليل يعني النادي بتاعنا الاتحاد السوفي اللي رانا نتمنى إن شاء الله أضعف الإيمان أنه البقاء في القسم الأول، لأنه العائق المادي وهذا هو هدف الهدف المنشود يعني العائق المادي روي يقيس حتى نوادي كبرى يعني حتى. نعم، على المستوى الوطني بغض النظر عن المدارس وبغض النظر عن نوادي في الأقسام السفلى. الحمد لله يعني جهة الحال بارك الله في إمكان بعض الأولياء اللي راهم واقفين معانا هم السند نتاعنا الحقيقي. على كل حال سنة يعني إن شاء الله والله خاصة العام هذا وبداية الموسم هذا إن شاء الله نقولوا فيها الخير، فيه مؤسسة واثنين إن شاء الله اللي يتواصلوا معنا ووعدونا إن شاء الله راح يقفوا معنا. ما نقولوش حتى لا تذكر أسمائهم يعني بالتجربة والله من باب التحفظ خلي قال لك ما خلينا لوجه الله على كل حال ربي يجزيهم خير إن شاء الله، لأن كي جانا قال لك رانا جايين لوجه الله لأن شافونا وليدات صغار. نعم، قال لك في ظل التدهور تاع الوضع الحالي تاع الفئات الصغرى وكذا كان بعض الأولياء والله غير قال لك نخلصوكم عن أي شيء، قلنا لهم لا ما نستغلوش الوضع هذا يكون انتهاز العبد. نعم، احنا ماناش نبيع ونشرف في ذمم الناس يعني احنا كنحوسوا كنطلبوا مبلغ ماني من اي طفل ولا مثلا نقول احنا 100,000 ولا 200,000 ولا 50,000 يروح في بلاصتو يعني. اعطيك الصحة لانه ربما ربي اسمح لهم بعض الناس والله تلقاه كي يجي فرصة نتاع ولي امور قادر ولا كذا يظل بزنس ويساوم معاه. نعم، احنا باذن الله في المدرسة نتاعنا وهذه ديما ننبه حتى في المدربين اللي راهم يخدموا معايا لان حتى انا في الاصل انا نخدم كمدربين. نعم، ماناش رئيس نادي نقول احنا باش نلبس كوستيما ويريح في المدرجة. لا لا. نعم، راني في الميدان معاهم نتعاملوا مع الاولاد الصغار ندربوا مع الاولاد الصغار. ديما نقول لهم مهما كان الولي ومهما كانت عنده قدرة المادية نتاعه احنا الى كان هو بالجود نتاعه وبالكرم نتاعه جاد علينا الله يبارك.
تحفظ ولا تعذر ولا ما حبش يعاون، ما نحرجوا حتى واحد، لانه ما ناش نبزنسوا. احنا ماذا بينا عدنا مثلا كي نقول احنا بدايه العام عدنا تنيات البدله الرياضيه جديده، عدنا في الفصل الشتاء نقول احنا لونصوب للتني الشتوي، هذا ما كان عدنا محطين زوج محطات اللي نقول احنا نستهلكم الضرب زايد شوي، بغض النظر على التنقلات. يعني بارك الله فيه سوى السيد رئيس البلدية ممكن يسمع فينا، نشكره اللي راه موفر لنا النقل، ساعات تكون ساعات لا، يعني انا عارفين ظروف البلدية بحال البلدية تكل، يعني العائق المادي كما قلت لك السنة الحمد لله، يعني ان شاء الله نقولوا فيها الخير. كان اهل الخير اللي جونا ووعدونا بارك الله فيه، شدينا يعني شدينا بابا جزء من المبلغ وقال لك ان شاء الله كي تزيدوا تكملوا ان شاء الله رانا نزيدوا نعاونوكم شوي، وما ننسوش فضل الاولياء اللي راهم ديما 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 واقفين معانا، ربي يجازيهم خير ان شاء الله، لان يعني مش سهله اكاديميه من 2009 ل 2023 وما زالت واقفه، يعني ماهوش امر سهل، خاصه في شوف الولايه نتاعنا، يعني ما نقولكش يعني كاين اكاديميات اخرى تابعه نوادي ما زالت واقفه، لكن انه اكاديميه تخدم غير في الفئه الصغرى من 2009 ل 2023 والله مش نشكر في ارواحنا، يعني 14 سنه والله. يعني ماهيش سهل، نعم ماهيش سهل، كاين ناس انتظرونا باش نحبسوا، كاين ناس قال لك ربي يهديهم ان شاء الله يقول لك القائد انت راك ممثل ولا استنوا لكم في اي تعثر، يعني ايه يقول لكم ما عندكمش علاقه انتم بالرياضه. نعم. لا قلت لهم رانا مربيين قبل ما نكون انا ممثل، الحمد لله انا مخرج مسرحي، قاري مسرح وقاري اخراج وعارف اش راني نخدم. نعم. الحمد لله يعني نخدم المسرح في مجاله والكره القدم وراكم مربيين قبل ما مربي في الشبيبه والرياضه. نعم. الحمد لله يعني مربي من وتربينا في الكشافه من 95 96 احنا في الكشافه، يعني عارفين واش رانا نديروا، عارفين كيف نتعاملوا مع وليداتنا وين حابين نوصلوا. ربما كاين ناس يقول لك انا في بعض الاحيان نلاحظك وينها عندك مدربين يغادروا كان مدربين يجوا، لا انا نقول لهم انا عارف علاش، كي نقولوا احنا المدرب هذا غادر انا عارف علاش غادر، تبقى اسرار الاكاديميه هذه، تبقى امور داخليه نتاع الاكاديميه، لانه الطفل انا نخسر مدرب بصح ما نخسرش طفل، قد يتساءل انه كيف يقول لك كيفاش تخسر مدرب وانت تحتاج مدرب راح تجيبه، لا انا الطفل هذا انا نربه، لان الطفل هذا في يوم من الايام باش يظل راجل وينفع المجتمع، بصح المدرب هذا راهو خلاص راهو عاد راجل كبير عارف واش يصلح به. نعم نعم. انا كمربي ان الولي كي يعطيك ولده راهو خلاص عطاك اغلى ما يملك اللي هو ابنه، ماهيش امر ماهوش امر سهل. انا الحمد لله المدرب اللي معايا كل مثلا نقول احنا ربي يجازيهم خير وما شاء الله فيهم، فيهم اللي غادروا القلعه، فيهم اللي غادروا نقول احنا اللي غادروا ظروف عمل، كاين اللي غادر عسكر، الواحد عنده ظروف يعني، وكان اللي احنا ابعدناهم لامور تبقى داخليه لكن هي الصرامه، كون ما تكونش صارم في القرارات كيما هذه وين، لانه قد ساعته مدرب تديه في عقله انه وعد هو كل. نعم. لا احنا راهو عملنا كمجموعه، وكمجموعه واش معناها؟ معناها المدرب راهو عنده بلاصته والمسؤول عنده بلاصته ومسؤول الاعلام عنده بلاصته والطفل عنده بلاصته، خاصه في الوقت الحالي الطفل راهو كون ما نحافظوش عليه ما نضمنوش مجتمع صالح في المستقبل، لان احنا الكارثه نتاعنا وين ديما نقولوا هذا ما هو الجيل وجيل هذا ما يصلحش، واحنا واش قدمنا للجيل حتى باش نعاتبوه؟ احنا كي نقولوا هذا ما هو الجيل احنا كمربيين ولا مختصين واش قدمنا؟ خلينا نحاسب ارواحنا ساعه، انا ديما نقول للمؤطر اللي معايا والمدرب اللي معايا ربي يجازيهم خير نقول لهم لازم نحاسب ارواحنا ساعه، احنا واش قدمنا لهالجيل؟ صح. ومن بعد نقولوا صالح ولا ماهوش صالح؟ كي نقول الجيل هذا مش صالح رانا احنا قصرنا في حقه. نقوموا بدورنا معاه ونشوفوا. بارك الله فيك، شفت الشيء انا هذا علاش ساعات كيما نقولوا ربما في الاونه الاخيره ساعات يقول لك القائد راك مزير وكاين مدربين ارخف شويه يقولوا لك. اي كاين نورمالمون طافي الضوء الجواري يجي جواري يروح جوير، لا لا نقول لهم انا مش المبدا نتاعي يجي جواري يروح جوير. لا احنا المبدا نتاعنا نحافظ على اللحمه نتاع المجموعه والفريق كمجموعه، لكن انه اي شخص باش تسول له نفسه انه يتعدى عن هالمدرسه اللي عمرها 14 سنه ماهوش امر هين، احنا عندنا خطوط حمراء نحترموا بعضنا نحترموا وليداتنا اللي عندنا نحترموا الاولياء اللي راهم معانا، وتبقى دائما لغه الاحترام هي السائده نقول احنا في العمل الداخلي. نعم. والحمد لله يعني ربي ما كانش اخطاء كبيره، لكن احنا حاب نوصل ميساج بركة للناس، ساعات اللي يقول لك القائد راك مزير ياسر، احنا نزيروا لانه ناس اولاد ناس، اي 300 طفل عندك مش واحد ولا زوج ولا 10، عندك ولد اليتيم وعندك ولد اللي والديه مغسولين عندك طبقات كلها وعندك اعطيك الصحه. نعم. لكن نحاول ديما شوي من هذا شوي من هذا، وساعات المدربين يتقلقوا من شوي قلت نقرد القائد ياسر نقول لهم الله غالب نقردوا لأننا عارفين قيمة المسؤولية. نعم. لأن يوم القيامة نقول باش نقف وحدي، نهار نقف قدام بين يدين الله عز وجل باش نقف وحدي ونسأل وحدي، وكي نتمد في القبر راح نتمد وحدي، ما واحد ما راح يقف معايا والله يتعاطف معايا، أما لا نكونوا قد المسؤولية والله نوخر ونخلوه. نعم.
هذا المبدا اللي رانا نمشي به عاد لنا 14 سنه الحمد لله. الله يوفقكم. نعم الله يسر الشاشه. أعود إليكم سيد فيصل، بحكم أنكم مني مسؤول في الإعلام وللإعلام أهمية يعني كبيرة في ترويج لأي شيء، هل لديكم يعني استراتيجية عمل إن لم نقل على المدى البعيد حتى على المدى القريب والمتوسط للتنسيق مع خلايا إعلامية أخرى تخص يعني نوادي أخرى، لما لا خلق وإنشاء خلية إعلامية عامة تخص يعني كل نوادي الولاية لإعطاء بعد أكثر لجميع النوادي يعني سواء ترجي الزغبيات أو نوادي أخرى؟ يعني والله هذه كفكرة أول شيء نقول ديما قبل بداية كل موسم عندنا واحد الوصاية وصفينا تبقاش يعني قدرات الإعلاميين يعني ما عندنا وصاية وصفينا يعني. قائد كمال ديما يقول لك عندك برنامج راح تمشي به في الموسم، والله في نصف الموسم قدم لي وشرك حاب تدير في راسك. نعم. حتى لو كان باش تقدم نصه أو ثلث تاع أنت قدم لي وش راه عندك. نعم. في راسك. نعم. باش نشوف أنا وش نعرف نديرك. احنا قبل ما ندخل الموسم نعطيه البرنامج الإعلامي اللي راح نمشي به سواء في خارطة الطريق يعني. وخارطة الطريق نقدمها له وش راح نمشي إن شاء الله راح نمشي هذه. نعم. مع اتصالنا مع نوادي أخرى سواء مع مسؤولي الإعلام في نوادي أخرى لما لا يعني الفكرة تكون من هنا فكرة تكوين نقول هني حتى تكون يعني شبكة الإعلام نواة يعني. إعلامية نقول هني نوادي جهة سواء جهوية أو حتى ولائية لما لا تكون الفكرة بداية من هنا هذه ملاها فكرة سمحة وإن شاء الله راح نمشي فيها وإن شاء الله تلاقي رواج سمح نتصلوا بالمسؤولية لا منا نوادي أخرى تكون نواة حتى جهوية يعني تقبل حتى في المستقبل يكون جهوية ثم على مستوى الجنوب الشرقي ولما لا مستوى الوطني ولمستوى مستوى حتى العربي مستوى الوطني يعني. نعم. نعم إن شاء الله نقولوا نبدأ من نواة حتى جهوية أو ولائي. نعم. نعم. نبدأ نشوف شوي نشوفوا إقبال النوادي على الفكرة هذه لأن تطرحها على مسؤولين أعلام آخرين مسؤول أعلام يطرحها على رئيس النادي تاع لأنه المسؤول الأول تطرحها عليه يوافق للفكرة أم لا لأن هذه فكرة سمحة أما وشي كل رئيس نادي ولا كل مدرب عنده استراتيجية يمشي به كما أنت عندك استراتيجية في الإعلام هو عنده استراتيجية للنادي كامل لأن الإعلام مكمل والتدريب كل شيء مكمل استراتيجية النادي كامل. نعم. نعم. لأن راح يز استراتيجيات سواء المدرب سواء المسؤول الإعلام سواء المؤطرين كامل في النادي وراح يبني عليها استراتيجيته هذا مسؤول. نعم. هذا رئيس تاع النادي. نعم. وإن شاء الله تكون فكرة سمحة وإن شاء الله. نعم. لأنه طرحت هذا السؤال عليكم سيد فيصل لأنه الكثير من الإعلاميين يعني لا نقول كثير حتى البعض فيهم يعني يعتقدوا أن الإعلام يعني مجرد صور ومجرد بوز ومجرد يعني والإعلام مروا يوصل رسالة يعني بالإعلام قادر مثلا هناك نار فتنة طفاها يعني وقادر صحيح. بالإعلام زيد شعلها صحيح. هناك البعض يعني في تفكيره أن الإعلام هو عبارة عن سيلفي وبوز وقادر كان ناس سمح الله تكذب كذبة مثلا باش تلقى صدى وتلقى والإعلام الإعلام الهدف هو الذي يوصل الرسالة بطريقة هادفة يعني لكل أوصاف نعم ومبدأ الإعلام هو الصدق يعني لأن الإعلام هو في كل شيء مش حتى في النوادي لأن الإعلام هو البنية التحتية. نعم. لكل شيء. نعم هناك يعني يستغل يكون مبدأ الكذب يعني سمحهم الله باش يحقق يعني البوز ولا هو الإعلام مبني على الصدق يعني والمصداقية كما يقال. أحيانا مثلا تجد في الفيسبوك ناس تسرع مثلا يقول لك ينشر مثلا خبر وفاة وهو مش متأكد يعني يا سو اخذ منشور نصف منشور الانسان يتحرى مثلا قادر مثلا تقيس بها ناس اخرين يعني بارك الله الناس تتحرى قبل ما تنشر ناس سمحها الله يعني بالنسبه هذه الفكره هذه بالذات يعني رانا تو منخرطين في واحد النادي اعلامي في دار الثقافه نادي وقف الضوئيه عندنا واحد الاستراتيجيه نمشوا بها يقول لك اتحرى وثم هز الفكره وروح طورها انت كيما راك حاب. نعم نعم. تحرم الفكره هذه الصحيحه ولا غلط انت راح تهز خبر سواء الخبر هذا سواء يخصك انت كشخص ولا يخص الشيء اللي راك تخدم فيه ولا يخص المجتمع اللي راك تخدم معاه تحرى عليها من جهات موثوقه. نعم. من مصادر لازم تعرفها انت وثيق فيها وللاسف احيانا ثم طورها الفكره. نعم. على حساب واش راك دير انت. نعم. خدمتك. نعم. وانشر ولا دير. نعم. وللاسف احيانا تتعدى حتى مثلا الوفاة او مرض احيانا يدخل حتى في الحياه الشخصيه تاع الناس يعني امر يعني امر غريب يعني يجرح صح يعني امر يندى له الجبين يعني صراحه. صحيح. شكرا سيد فيصل على كل هذه التوضيحات. اعود اليكم سيد محمد فاروق.
لو قارنا وانتم من اهل اختصاص سيد فاروق، لو قارنا التكوين الرياضي كره القدم في الاوساط العربيه بالنسبه للاوساط الاوروبيه، في اوروبا هناك فئه يعني يهتموا بها، هي فئه الكتاكيت يعني او البوسان او البوسان كما يقال. صح صح. هذه الفئه يعني من سن التحضير عندنا يعني 4-5 سنوات. صح. هذه الفئه يعني مهمشه يعني في عند الجزائر كعينه من الدول العربيه، يعني سواء في الرياضه الجماعيه كره القدم او او السله او الطائره او اليد، يعني الفئه هذه يعني نورمالمون نبنيو عليها، يتعلم منها، ياخذ ابجديات الرياضه الطفل. لماذا هذه الفئه يعني بنظركم مهمشه في الجزائر؟ يعني فئه يعني ما تجدهاش في كل النوادي، فئه مهمه يعني، لانه في اوروبا احنا مثلا تلقى اللاعب في ترازون يعني سن متوسطه يبدا يتعلم في ابجديات، في اوروبا في سن 16 يعني راهو في صنف الاكابر، يعني راهو في الفريق الاكابر. تفضل سيد. يعني هني في الفكر مثلا في الجزائر او الفكر في اوروبا يتغير في الشيء هذا. نعم. في اوروبا يعتمدوا على الاكاديميات باش يطلعوها يلعبوا فيها الفريق الاول للاكاديميه هذيك، وعندنا هنا لا، يقول لك خارج من البلاد هذا، وين يقول لك مازال مش متطور ومش عارف كذا، نخدموا نجيبوا في اللاعبين الخارجيين. مثلا اي نادي هنا في واتسوف مستحيل ما تلقاش فيه خارجي، يعتمدوا على الخارجيين اكثر من الداخليين. يعني شوفوا في النتائج عليه، اذا كان نشوف النتائج واغلبيه يعني الرؤساء الفرق يعني سمحهم الله باش يرضيوا الجمهور برك، يعني نتائج اليه بر فقط، وتهوى التكوين اخر شيء يهتموا به يعني. نعم صحيح بالصح، لكن لو كان اي نادي ما يهتمش غير كما نقول احنا غير للسنيور، يهتم من الطبقه التحتيه، ما يبدا من الاكاديميه، مهتم للاكاديميه اكثر من السنيور تقريبا، والله حتى اذا مش قادر يهتم للسنيور والفئه الصغرى يدير وحدين اهل اختصاص للفئه الصغرى باش ينشئوا لهم لاعبين يلقاهم واجدين للسنيور، ما يبقاش يجيب من برا وبعد يقول لك انا خاسرين دراهمنا ومش قادين نصرفوا عن النادي. انت استغل هذه، عندك حاجه تستغلها هي اللي هي الاكاديميه، خرج من الاكاديميه الدراهم باش تمدها للخارجيين، مدها للاعبين تاعك وصرف عليهم هم. ومنين معناها النقطه هذه مستبدها ياسر هني عندنا في خاصه في واتسوب، ما نجيبوش من الاكاديميه تاعنا، نجيبو من الخارج. شوف اي نادي تو دوره، اي نادي كاين في واتسوب معروف مستحيل ما تلقاش فيه خارج اي نادي. يعني مش معتمدين على الاكاديميات، لازم اهم شيء نعتمدوا على الاكاديميات، خرجوا الجوار تاعنا من الاكاديميه تاعنا. بصح ما يكونش في فريق تاعي 7 خارجيين و3 من بلادي، لازم يكونوا 3 خارجيين و7 من بلادي. نعم. 7 من الأكاديمية تاعي. نعم. ياخذنا الحديث في مثلا في السلك الابتدائي في التعليم. تم استحداث منصب رياضة يعني استاذ رياضة، يعني تجد يعني أمر غريب يعني، على كل حال تجد مدرب رياضة يعني يتعامل مع تلاميذ في القسم، يعني من أين يتعلم هذا التلميذ؟ يعني أمر غريب حقا، يقول لك هو التكوين منذ الصغر، والرياضة المدرسية سابقا هي اللي صنعت أمجاد الرياضة الجزائرية يعني في أي دولة، يعني سواء في الجزائر أو أي دولة. لما يعني لما نستحذو منصب رياضة في الابتدائي وما تكونش هناك مرافق رياضية، يعني تجد أحيانا مثلا معلم الرياضة في الابتدائي يضطر أنه يدخل تلاميذ القسم، يعني كيفش حيكون يعني تكوينه؟ أمر غريب حقا يعني. هذه أكبر نقول إحنا أكبر يعني جريمة في حق البراءة وفي حق الطفولة يعني صراحة. يعني معليش هو منصب شغل للمعلم، معنا منصب يسترزق منه صح، الطفل باش يتكون كما هكا ما حققناش نتيجة يعني صراحة، يعني شيء وكأنه منصب مالي للأستاذ وفقط، لأنه لقينا مع صراحة دار الزيارة بعض الأصدقاء. أكيد أكيد. أنا نحكي لك عن شيء جاني بعض الزملاء اللي توظفوا، قال لك نصطدم واحد الواقع انه مدرسه ما فيهاش مكان باش يلعبوا فيه الاولاد، يديروا مساحه يعني إيه مساحه ضيقه، العدد ما كانش ربما يكون يعني صعبه قادره تصرع كوارث. احنا كمدارس فقط، احنا كمدارس يعني كمدارس كره قدم كما طرق اخويا فاروق، يعني التكوين الفئات الصغرى ما كانش، المرافق اللي باش تدرب فيها قليله. الحمد لله احنا كمدرسه درجه الحمد لله يعني حاس خليفه كلنا من الدخله للخارج. نعم. سواء رانا ندرب في المركب الرياضي سواء البلدي يعني. والله الحمد لله يعني مع تعاطف اهل الخير يعني اللي واقفين معانا. نعم. لكن كما قلت كي تسقطها على المدارس، يعني كيفاش مدرسه ما فيهاش ملعب كيفاش راح يدربوا الاولاد؟ يعني في بلاتفورم ولا تلقى الارضيه كارثيه يعني، ويقول لك كما قلت ويقول لك رانا باش نكونوا، وين راح تكون يرحم الله والديك؟ يعني ما رانا نطلبوا في المستحيل. زيد هنا كما قلت كاين نقطه طرق لها شيخ فرق وكما طرحت عليه قضيه علاش ما نهتموش بالفئات الصغرى عن مستوى الجنوب ولا عن مستوى الوطني بصفه عامه مقارنه باوروبا. يعني هنا نمنو بحاجه جيب اللاعب الجاهز. جاهز. ما نشتوش نخسروا على الاولاد. سواء النتائج فقط.
احنا كمدرسه الرجل الحمد لله يعني الحاجه اللي نفخر بها يعني ماهيش خدمتنا وحدنا باش ما ناكلوش حق الناس. عندنا حاليا رام في الرديف نتاع اولمبيك المغرب اللي راه يلعب في القسم الثاني، عندنا واحد 8 ولا 9 لاعبين اللي نقول احنا البدايه نتاعهم كانت في مدرسة جيل المستقبل اللي هي حي النصر اللي خدمت شوية وتوقفت بسبب الضائقة المالية، لكن الحمد لله 2018 ما خليناش الوليدات يروحوا. 2018 التحقوا بينا، 2018-2019 التحقوا بينا، من 2018-2019 الحمد لله حاليا الرام في الرديف تاع اولمبيك المقرن اللي يشرف عليها الشيخ فؤاد ونبيل عون الله ولد عمنا نقول له على كل حال، وديما راني نتواصل معاه وقلت له تهلانا في الوليدات والحمد لله يعني رم من خيره اللاعبين. عندنا رم اللي راه في القسم الثاني، عندنا وليدات، عندنا واحد راه في القسم الاول اللي لعب معنا في الفئات الصغرى في الاتحاد الهمايسة، رامي عربيه، وعندي وليدات راه محترفين البرة الحمد لله، عندي واحد راه في سكيكده، وعندي واحد التحق مؤخرا بورقله بحكم يقرا في الجامعه تاع ورقله. الحمد لله مدرسه ترجي من بين المدارس القلائل نقولوا في ولايه الواد للاعبين نتاعها، اراهم من الفئات الصغرى الحمد لله راهم في الرديف، سواء في المقرن سواء في القسم الاول مع العشاش، سواء القسم الثاني مع المقرن، سواء في القسم الثالث مع بعض النوادي اللي رايناش عن مستوى الولايه في الاولمبي الواد ولا غيره، وفي الاقسام الدنيا عن مستوى ولايه الواد الحمد لله. بالرغم رغم التحقوا بالنوادي نتاعهم مازلت نتواصل مع المدرب نتاعهم، كان اللي نتواصل معنا شخصيا وكان اللي عن طريق وسطات كيما نقولوا احنا مع زملاء اصدقاء يعرفوهم، ليش نتابعوا باش ما يقولكش الجوير هذا وين، انا كتخرجت من الاكاديميه نتاع الترجي طيشوني انا وعدتهم قلت لهم باذن الله لون تعود سينيور سواء داخل الولايه او خارج تحتوهم يعني اعطيك الصحه سواء داخل الولايه او خارج. انا عندي واحد كيتنقل حاليا الورقله قال لي شيخ راني في الجامعه نتاع ورقله والحل، قلت له ما تقلقش روحك بارك الله في الشيخ صابر اللي نوجه له التحيه من ورقله، صابر درباز اللي مشهور راه يتابع في شبكه الجنوب يعني الرياضيه، تواصلت معاه شخصيا وبارك الله فيه يعني قلت له ماذا بي انا عندي واحد من الجوار تاعي خريج مدرسه ترجي الحمد لله يعني لاعب كفو هو مازال 2005 يعني رغم انه جونيور حاليا راه مضى في الكبل الاكابر نتاع بوغفلة سيدي بوغفلة حاليا مضى مع السنيور هو راح يدير في تيست على اساس جونيور والحمد لله يعني المهارات نتاعو تاهلوا انه باش يكون لاعب على مستوى عندي ثانيه كيما قلت راه في ورقله عندنا جوير في الاكاديميه نتاع الريش تاع سكيكده الحمد لله عندنا تجربه ولو كانت قصيره جدا في اكاديميه برادو يزيد السبعه اللي راه في القسم الثاني حاليا مع اولمبيك المقرن وراه عنده مؤهلات باش يلعب مع السنيور الحمد لله هون كيما قلت لك يعني ما باش ما نهضموش حق الناس. البدايه نتاع الاولى كان دار واحد الموسم مع اكاديميه حي النصر اللي نوجه التحيه للشيخ حميده الطريلي اللي بارك الله فيه راه حتى هو يتواصل معنا وماهوش باخل علينا بالرغم راه حبس النادي نتاعه لكن بارك الله فيه اعطونا بعض المعدات نتاعهم كي توقفوا قال لي الشيخ احنا توقفنا المعدات نتاعنا كملوا بها توقفوا لهم زمان على كل حال في 2018-2019 ذائقه الماليه الحمد لله يعني وليداتنا رانا نتبعوا فيهم اللي كملوا كما قلت لك معناها كملوا معنا في الفئات الصغرى نتاع اتحاد الهمايسة حاليا قلت لهم ان شاء الله نشوف وليداتنا ولما لا في الفريق الوطني تو ماش عندنا نقولوا احنا قبل كنا نقولوا ان شاء الله نشوف وليداتنا في القسم الاول ولا الثاني حاليا راهم موجودين صح في القسم الاول وفي القسم الثاني حاليا الهدف الرئيسي اللي ان شاء الله نوصلوا له هو ان يكون واحد من ابناء الترجي في الفريق الوطني ان شاء الله او خارج الوطن هذه ان شاء الله رانا نسعى لها ان شاء الله سيد فيصل أعود إليكم أنتم بغض النظر كمنصبكم كمسؤول إعلام في النادي طموحاتكم يعني في الإعلام يعني وأنتم في بداية المشوار يعني قلنا طموحاتنا في الإعلام والله طموح الأول اللي كنت نتمناه أول ما بديت مع مدرسة الترجي طموح الأول أني ندخل مجال الإعلام فقط شوف مجال الإعلام لأن مجال الإعلام هو بحد ذاته عالم ندخل مجال الإعلام فقط نشوف مجال الإعلام شوف أفاقه وين رايت توصل دخلت المجال الإعلام اختصيت في التصوير لكن معناها شاركت في عدة دورات معناها في التعليق الصوتي دورة التقديم وإن شاء الله حتى في مجال التقديم أو التعليق الصوتي إن شاء الله راني نطور فيه بإذن الله راح ندخل المجال هذا الإعلامي البحت لأن التصوير تقول جزء من الإعلام أما كي بالنسبة لنا هني في واتسوف كي تذكر الإعلام أول ما يتبادل أذهانهم التقديم التقديم سواء تلفزيوني أو التقديم أو صناعة المحتوى أو التنشيط أو التعليق الصوتي هذا تو الطموح الوحيد طموح الأول كمصور راني وصلته الحمد لله يا ربي الحمد لله مصور الحمد لله يا ربي أما الطموح الثاني تو في المجال الإعلامي
سواء التقديم ام التنشيط. ان شاء الله نقول نكون روحي نشري معدات هذه إعلامية ونبدا من مدرستي اللي هي مدرسه الترجي او كما قال القائد فوج الريحان. نعم راني الان عضو لجنه ولائيه في الكشافه للاعلام. نعم. وان شاء الله كما قلنا نشروا معدات وان شاء الله نبدا من مدرستي، نبدا من النواه الاولى اللي ربتني واللي كونتني اعلاميا يعود لها الفضل. نعم. هي اللي يعود لها الفضل في تكويني اعلاميا، نزيد ثاني نبدا منها هي في تكويني كتقدي كمقدم او كمنشط. نعم. او كمعلق صوتي. نعم. ورحله الالف ميل تبدا بخطوه، ورحله الالف ميل وكما قلنا تبدا بخطوه. نعم. كل موفقين ان شاء الله. كوتش محمد، انتم يعني نستطيع القول ان هذه اول تجربه يعني في التدريب في اقل من 13 سنه، كنظره مستقبليه يعني الى ماذا تطمحون يعني في التدريب؟ يعني لما نقول لاعبين في منتخب الوطني، لما لا نشوف محمد هميسي مثلا يدرب شباب القبائل او شباب بلوزداد او اتحاد الجزائر؟ يعني على فكره وكان لاعب في الترجي قبل. نعم. حاليا مدرب يعني 6 ولا 7 مدربين على كل حال، كانوا لاعبين صغار في الاكاديميه. نعم نقول مدرب الترجي ثم في المستقبل لما لا يعني. هو الطموح الاول كان لما كنت نلعب في الترجي، الطموح الاول كان اني كنت ما زلت صغير يعني، زلت تصبر شويه في الملعب تحمم يعني. نقول معناها نبقى لاعب ونكمل لاعب حتى نوصل لبلاصه ملاحه ونادي مليح، لكن اعتزال مبكر يعني. الله غالب الظروف. نعم. ولكن تغير الحال وتغيرت الاحوال. بدات في التدريب ما زلت صغير معناها، والان تغيرت التمنيات وتغيرت الطموح، تغير الطموح. نعم. ولنا نطمح ان شاء الله ندربوا فريق كبير او نادي كبير، ولما لا كما اللي وصلوا وكما اللي فاتوا وسبقوا، وماذا بينا ان شاء الله نوصلوا حتى في تدريب النوادي الجزائريه. لما لا حتى تدريب النوادي الجزائريه او الطموح يعني اكثر، واجراء شهادات في التدريب يعني هذا يزيد يساعدك حتى تدريب يعني الاكابر هنا في ولايتنا. نعم. ولما لا كوهله اولى يعني. نعم يعني هي البدايه تبدا من كبره صغيره. نعم. نبدا من النوادي الولائيه حتى نوصل للنوادي الوطنيه والمنتخب الوطني او النوادي الكبيره الخارجيه ولما لا، وان شاء الله نوصل للطموح نتاعنا، وان شاء الله الاكاديميه تاعنا تولي بارزه وتولي باينه ويدوا منها الجويره من الانديه الكبيره والانديه الخارجيه. نعم. تولي معناها الترجي بارزه في الوطن وبارزه في الخارج، وان شاء الله عندنا العديد من الالقاب على على المستوى الوطني معروفه يعني الترجي كي تقول الترجي الحمد لله يعني من المميزات انه رانا مكلاسين من المدارس الكبرى الاولى على المستوى الوطني الحمد لله، وهذا ما جاش من فراغ يعني الحمد لله بالكؤوس العديده اللي راهي عندنا على المستوى الوطني على المستوى الجهوي وحتى على المستوى الولائي بغض النظر عن المستوى المحلي، رانا قلنا من المصري بالطول والعرض يعني السيطره الحمد لله يا رب العالمين. أربط سؤالي هذا بالتدريب ونستغل تواجد الرئيس وأنت مدرب فئة أقل من 13 سنة، يعني نستطيع القول في المستقبل لما لا يعني نشوف قطب آخر من في الحسي خليفة هو ترجي يعني الزوبيات يكون الدربي مع اتحاد الهميسة، يعني يكون فريق آخر يعود الفريق بلدية حسي خليفة قطبين يعني. يعني لما لا يكون نادي درج في القسم الشرفي وجهوي، ولما لا يعني يكون يتنافس ويعود تعود حسي خليفة بقطبين يعني كرويين، اتحاد ترجي الزغبيات واتحاد الهميسة يعني. تفضل كوتش المجال مفتوح امامكم يعني. الله يسرك ان شاء الله. والله يا مستبعد شيء على كل حال يعود دربي يعني اكيد او كلاسيك او سموكم ما نكذبش عليك يعني كيفاش تعلمنا التدريب يعني لولا وفاق حس خليفه ولولا اتحاد الهمائس اللي اعطونا فرصه يعني لان كنا مدربين عصاميين يعني ما عندناش دبلوم كيما نقول احنا وصبروا علينا برغم اننا مازلنا هوات وكنا نتعلطوا على باش نكونوا مدربين. نعم. والحمد لله بالرغم شوف وصلنا واحد المرحله كنا من الجنيور للمينيم شديناها واحد. نعم. الشيخ عنطر والله الشيخ علي عويني في 2009 2010 كان يقول له قد رواحكم برك شدينا السنيور وحنا الاولاد كنا شدين الاولاد الصغار وكعارف الغبره والتيف والاخرانه ايضا والحمد لله يا رب العالمين. نعم. وعرضوا علينا قال لك اذا كان تحبوا تنجاجوا عن مستوى الولائي، قلت لهم لا خلونا مدرسه لو لا يعني لا تقول لك يعني. انا علاش نقول لك لا؟ لانه عندي زميلي حميد الطريل اللي نشكروه فيك مره ثانيه كانوا حتى هما اكاديميه حي النصر كانت من احسن ومن افضل الاكاديميات عن مستوى بلديتنا وعن مستوى الولائي كذلك. تم عليهم انجاجو العام الاول انجاجو والله انا واحد من الناس قلت له عبد الحميد ماذا بيك خليكم على الاولاد خير
ولكن هو الطموح ومن حقه يعني كأستاذ رياضة كذا قال لك خلينا نجربه. أول نقطة صدمنا فيها المادة انجاجمو مصاريف التنقل مصاريف كذا مصاريف كبيرة كبيرة ياسر صراحة. أنا الحمد لله أنا نخدم مع اتحاد الهرس اللي هنا قريب 5 ولا 6 سنوات يعني بالرغم ربي يبارك لهم وربي يزيدهم إن شاء الله رمي عافروا معافرة كبيرة مع المادة والله مساكين غير شيء ما لحق شيء. هذا علاش أنا قلت لهم خلونا في تخصصنا مع المدرسة مع المدرب اللي رمى معانا مع الطاقم الإداري اللي ربي يبارك فيهم إن شاء الله رمى معانا سوى المستشار الرياضيين. عندنا 3 مستشارين تخصص سبور اللي نذكر على رأسهم الشيخ أحمد هميسي اللي معروف من أفضل المدافعين ما أنجبت ولاية الواد يعني كي تقول أحمد هميسي قليل اللي ما يعرفهاش يعني من أحسن المدافعين على مستوى الولاية حاليا رو يخدم في المسبح للنسف الأولمبي بالزغبيات رو مستشار رياضي تخصص يعني كرة القدم مستشار ثاني الرياضي حمزة بنتيشة وغير من المستشار وعدنا 3 مستشار مربي اللي رمى معايا في الأكاديمية لأنه كما قلت الخوية ماكش بجي تشد أولاد الناس هكاك أني هاوي أم عندي ذر وأني طالع حابط بيهم خلاص لا ماذا بينا كنهم معنا الأطباء ثاني عدنا 3 أطباء المتخصصين عدنا ثاني مختص واحد في علم النفس ساعات نديروا نقول احنا نريح معاه لانه احنا عدنا عقده كون تقول للطفل انا جايب لك واحد مختص في علم النفس يقول لك واش تشوفيه مجنون والله لا احنا نجي ولا بحشوه معنا نقصر معاهم ندردش معاهم لان كيما قلت باش نراو حتى للجانب النفسي كان تحسنات بين العام الفات والعام هذا والعام الجاي ان شاء الله كل عام نطمحوا انه نحسنوا من امكانيات المدرسه اما باش نكونوا نادي حاليا المستبعدة والله أنا ممكن لأنه يجي نهار لازم باش نسلم المشعل لازم باش نقول الشباب اللي معايا يظلوا رؤساء النادي إن شاء الله ما نش عارف ممكن يكملوا والله ينقاج الله أعلم. حاليا كما قلت لك عندنا مشروعنا طموحنا إن شاء الله أبناء المدرسة قلت لك قبل كنا نحلم أن أبناء المدرسة يكونوا في مستويات عليا الحمد لله وصلنا المستويات اللي نطمح لها ساعة الرياض مع الأولاد قلت لهم نظن حددناها تحوس على القسم الأول عدنا لاعبين بالقسم الأول عدنا لاعبين بالقسم الثاني عدنا لاعبين بالقسم الثالث المستويات السفلى ما شاء الله يعني رم ياسر تو طموحنا كما قلت لك طموحنا المشروع إن شاء الله وليدات في الكيب الوطني أو خارج الوطن عندنا واحد بركة أو في قطر ربي إن شاء الله إن شاء الله نلقى لكيب عندنا واحد في قطر زهير مصباحي تلاقى هو إبراهيمي وتلاقى هو سليماني ورم يسعى معاه إن شاء الله كش ميجا كيب بالفيديو أكيد روت واصل وتلاقى مع أبو نجاح شخصيا تلاقى مع إبراهيمي وقال لي القائد قال لي نتواصل معهم إن شاء الله كش ميسعى يلقى لكيبة الغالب قلت له وليدي إمكانيات خارج الوطن راهي مسات ضعيفة لكن وشي هو سعى وراح وحدة أنا ما نكذبش عليك باش ما نتبنش الحدث هو والله سعى وحدة كوراج يعني راح في كأس العالم راح مناصر للفريق الوطني وتلاقى هو ياسين إبراهيم تلاقى هو بنجاح تلاقى هو العديد من اللاعبين سام في قطر وقال لي القادر أنا نسعو إن شاء الله باش نشرفوا المدرسة اللي تكوننا فيها إحنا صغار ما ننساش الفضل أنت على المدرسة أنت على الحمد لله وما ننساش ثاني فضل اتحاد الهمايس اللي أعطتنا فرصة إنه مشرفين على الفئات الصغرى والحمد لله درنا معها نتائج طيبة وطيبة جدا رسالتنا في الأخير ربما قال مش نعطي الفرصة لأخيانا إنه إن شاء الله أي مدرسة كروية على مستوى الولاية ولا على مستوى الوطني في الظرف الحالي وفي ماذا بينا نتطلع في الوليدات في ظل انتشار الأفات الاجتماعية في انتشار المخدرات في انتشار هذه وين لأنه مش أمر هين إنك باش تشد ذر الناس غير أم يلعب فوق كرة وخلاص لا الكرة تبقى هي الرقم 2 الرقم الأول إنه نحافظ على وليداتنا باش نظم نجيل صالح إن شاء الله في الوطن تاعنا الجزائر إن شاء الله نعم شكرا سيدي الله يسترك فيصل أهم الإعلاميين يعني لك ما يجبهم على الوطن العربي ومستوى العربي ومستوى تتمنى تكون كيفهم يعني ولما لا أحسن منهم يعني والله قدرتك في الإعلام يعني بصفة قدرتي في الإعلام كمجالي في التصوير أو كمجال الإعلامي كمجال نقول هني التنشيط أو التقديم كذا عندي قدوة في المجال الإعلامي لأني منش مهتم به ياسر مجال الإعلامي ما يسمى ما نقولش مقتدي بإنسان أو نطور في روحي فقط اما في مجال التصوير ان عندي قدوه اني نونجاجي ونختم بين خدمتين فكره القدوه هذه في المجال هذه تتمنى توصل النجاح لنوصله هو هذا واش حبيت نقصد يعني. لا نجاحي في التصوير او في الاعلام نجاح نقول هني بسيط برك ما عنديش طموحات كبيره اني يكون لان تقريبا المجال هذا مش من مجالي لاني دخل كاعلامي فقط ما عنديش طموحات كبيرة أخرى عندي طموح أني نولي مصور حتى ولو محلي وليت مصور عندي طموح أني نولي منشط أو مقدم حتى لو في النواة الأولى تاعي ما عنديش طموحات كبيرة أخرى فيصل بكل تواضع فيصل وخلاص أني نبقى كشخصي وخلاص كل التوفيق إن شاء الله سؤالي لكم أيضا السيد كمال والسيد محمد
ظاهرة الإقالات أو الاستقالات على مستوى الأندية يعني لحد الآن يعني 11 مدرب غادروا بين الإقالة وبين الاستقالة، آخرهم يعني مدرب نجب بن عكنون. يعني تفسيركم كرياضيين يعني ظاهرة غريبة، نحن في الجزائر أصبحنا يعني سيأتي علينا يوم كل نادي كل جولة بمدرب يعني. يعني والغريب في الأمر أنه من أول هزيمة تتم يعني هل يا المدرب يستقيل يا تتم الإقالة يعني من أول هزيمة يعني. الله رأى مشكلة كبيرة. وأحيانا حتى في الهزيمة مثلا الخصم يكون خير منك يعني ما شفت فريق يعني تلعب ولكن الخصم تتقبلها يعني رغم أول هزيمة يعني. تفسيركم يعني هذا الوضع يعني يعني علامة جزائرية بامتياز يعني. يعني عندنا في بعض رؤساء النادي ما يصبروش على المدرب يعني مش أول من أول مباراة أو من ثاني مباراة أو من ثالث مباراة أو أربعة أو خمسة مش نحكم على المدرب إنه ما يدربش ولا يعرف يدرب ولا ما يعرفش يدرب. ديريكت أنت تجي مدرب جبته ديريكت هام لاعبين ودرب ولا بديريكت ما كاش من هذه أكيد ما كاش من هذه. لازم تصبر عليه، لازم تصبر باش يدير تخطيطاته ويدير لعبه ويدير اللعب اللي روح حابه. والغريب في الأمر ممكن أنتم أهل اختصاص وتوافقون نظرة إعلامي ماهيش كيف نظرة يعني تقني. هناك ظاهر يعني في الكثير وللأسف نوادي كبيرة في الجزائر يعني نوادي عريقة بتتويجاتها القرية والمحلية يأتي باللاعبين ثم يتم تعيين المدرب يعني. وأحيانا المدرب يعني في نصف الموسم يكون عنده مثلا نقص أريار دروات، نقص أريار جوش، نقص مثلا أكس سنترال، مثلا عنده الدوري كيبيراتاري يسحق واحد أخر، ما عندوش مينور دوجو. حتى المدربين يعني سامحهم الله يعني. أنا لما نسمع برئيس جابني بعد اللاعبين ربما نرفض العرض يعني نورمال مو يعني بطريقة أنا جبني أنا أعطيني فكرة على اللاعبين الموسم السابق وأنا اللي نقول لك النقائص تاع الفريق من خلال من خلال قادر حتى نحكمها مقابلة مقابلتين ونعطيك النقائص يعني الفريق وننزي عقدي رسميا ونبدأ في الاستقدامات يعني. هنا ظاهرة غريبة أيضا ظاهر يعني فيما يخص الرؤساء. أنت لما تأتي بمدرب صحيح. أولا اسأل على المدرب جيدا وتقص عليه جيدا مش يكون اختيارك يعني في محله. وثانيا ما لازمش يعني تمشي بوش يقولوا الأنصار يعني يبدأوا احنا بلغة بدرجة تاعنا لا يبدأوا يعيطوا عليك الأنصار نحي المدرب يعني ضح. أنت لما أنت عندك أوبجكتيف حتوصل له يعني ما يأثرش علي أنا مناصر ولا أمركم في هذا رأيكم في هذا الطرح سيدة والله غريب يعني. شوف نقول خويا احنا عشنا حتى في الفئات الصغرى عشتها كمدرب في ضغط مهزلة بكل مقاييس يعني ما تلقاها لا في تونس لا في المغرب لا في مصر صراحة يعني تعيش ضغط حاجتين ضغط كيما نقول احنا الرئيس اللي كيما نقول احنا ديما ينظر لك انك لازم تدير نتائج مهما كان التعداد اللي عندك سواء التعداد اللي راه عندك راه ناقص ولا قوي اخويا مثلا يقول لك انا نتمنى هو كيما احنا في الفئات الصغرى مش يضغطك الضغط الكبير لانه يقول لك انا ماذا بينا نشرفوا الوان النادي ماذا بينا نديروا نتائج نحققوا ولو كاس ولو بطوله ولو كذا. لكن وفي الجانب الاخر الرئيس ثاني كبا نحدث فيك رئيس مثلا رانا نعانوا منها حتى في الشارع يعني ضغط الشارع بمجرد يسمعك انك اقلت مدرب والله حبست مدرب والله انسحب من عندك مدرب ديريكت يغم عنك يقول لك علاش المدرب هذا داير نتائج انا خرجته. يعني كما قلت لك بقليكا كان ظروف داخلية ما تحدث أنا مناش تحدث عن المستوى العالي لأن المستوى العالي ضغط الشارع عادي يتحكم في الكرة الجزيرية. أنا نقول لكم بصراحة يعني ضغط الشارع هو اللي يسير في النواد كيفاش الشارع مش الشارع يعني ضغط الجماهير رئيس النادي اللي يقول لك انا كون ما نلبيش الرغبه نتاع الجمهور راح ينزل فوق راسي نايا. ولكن السيد معذره مقطع سيد كمال صح. انا من هذا المنظور ارى ان شخصيه الرؤساء ضعيفه يعني لما تكون انت مقتنع باللاعبين اللي جلبتهم التنسيق مع المدرب ولما تكون مقتنع بقدرات المدرب تاعك انا ما يجيش مناصر يعني ياثر عليه معناها شخصيتك مهزوزه كما هكا سريع التاثر هي يعني. لما تكون عندك وتلقى الرؤساء في بدايه الموسم يبيعوا الوهم للانصار لدينا صحيح. مشروع لدينا مشروع ومن بعد ثم المناصر البسيط من اسباب يعني غضب المناصرين لو صحيح. لو كان كل رئيس يمد الحقيقه للانصار صحيح. قال مثلا فريقي يلعب على البقاء فريقي يلعب على وسط الترتيب فريقي ما تطمعوش في اللقب يلعب على مرتبه افريقيه حتى المناصر بنفسه يقولها هو وقال لنا الحقيقة احنا الغلطة فينا رانا بس يبدأ يبيع الوهم في الأنصار وعندي فريق يلعب اللقب وعندي فريق يلعب الأفريق ومن بعد يلقى المناصر البسيط اللي ممكن ما يفهمش خبايا النادي يلقى فريقه يلعب على البقاء بارك الله فيك يعني تتناقض بين الأهداف وبين الواقع صراحة يعني فيه بعض النوادي أنا ما باش ما نعمموش لأن فيه نوادي عريقة ربي يبارك فيها مدربين كبار لكن وشي الخلل اللي لو صيرنا خاصة على مستوى البطولة الوطنية في القسم الأول ضغط رهيب كيما نقول احنا سواء على المدرب سواء على رئيس النادي يعني. والناس كيما قلت عاد يستنى ليش ما نربحوش ليش يجينا فريق طلع غير السنة كيفاش يغلبنا
كما قلت كشفت خنشله غلب الثلاث فرق، والفرق الثلاثه اللي غلبتهم اقل المدربين تاعهم. نورمال ما نقللش من قيمه خنشله خدمه ربي بارك، يعني رئيس النادي قام بالواجب نتاعه، استخدم مدرب سواء العام الفات ولا العام الحالي لاعبين مثلا كفئين، دير نتائج اخويا ربي وفقه. احنا كيما قلت الصبر ما عدناش، وربما كيما قلت لك رؤساء النوادي يحوس يقول لك اول حاجه كمش الفداء هو المدرب، وحتى مدرب خنشله لو تعدي مرحله فراغ وكيما قلت حتى فراغ يتم خلطه يعني حتى مدرب خنشله كيما قلت قد يروح. انا هنا كي نقولوا رئيس مدرب تاع اتحاد العاصمه يعني ربي بارك جايب لك يعني اطاح بالاهلي يعني واطاح بأعرق الانديه يعني مستوى الفريق الفيدرالي، يعني المشكله انه تجد يعني ناس خفيه في النادي لا غدر يعني حس التدريب يتعيط عليه كذا كما قلت يعني. ربما وكان يعني نقول لك حاجه، كان ربما بعض رؤساء النوادي يقول لك ممكن المدرب هذا يسرق الاضواء مني وروحنا كرئيس نادي، ذا اللي يقول لك لا المدرب هو صنع الفريق. احنا حتى القراءات المريضه ما نقولكش في كل لكن موجوده القراءات المريضه لازم اعطيك الصحه كيما كنت حكيته. معنا تصور انت رئيس نادي هو اللي يجلب اللاعبين، لا انا نجيب مدرب مليح في مستوى عالي، قال اخويا هاو الكيبه خير لي انت جوار الملاح واللي تشوف فيهم انت انسب للطريقه والعمل الطريقه نتاع الخطه نتاعك اللي راح تخدم بها، مش انا رئيس النادي نبدا نملي عليك في الخطه لا العب 4-4 زوز ولا 4-3-3 ولا نعم ما تجيش نورمال. انت كرئيس نادي التزم بالمنصب نتاعك انك توفر له الماده، توفر له الامكانيات، توفر له الراحه في العمل نتاعه باش يقدر يلعب باريحيه كيما نقولوا احنا. نعم من بعد كيما نقولوا احنا حاسب على النتائج، معليش ماتشين ثلاثه اربع ماتشات كيما نقولوا احنا تشوفي انه الكيبه ما كانش لمسه، ما كانش مردود على ارضيه الميدان، ثم ابدا حاسبه. اما انا كيما قلت مازال في الماتش الاول اسقط يعني ولا اعطي فرصه في الماتشات الوديه. حتى صوره الجزائر يعني الرياضه الجزائريه يعني لما يكون مدرب محلي ويقيلوه ممكن ولد الدار يعني ممكن يسكت لك على اشياء صح، ولكن مدرب اجنبي يروح ينشر الغسيل تاعك في الخارج يعني وغرامات كبيره راهي على مستوى النادي تاعنا ورا الاتصال بالفيفا ثاني. نعطيك مثال مثلا شباب قسنطينه في الصائفه الماضيه مش في الصائفه هذه جابت قيس العقوبي مدرب تونسي التونسي ما دربش يعني درب امسيه واحده فقط او مونبا يعني بلك ما دربش خلاص ادى 7 ملاير يعني ضربه كبيره يعني. سنية وهناك معسكرين هناك في مجموعتين في الفريق يعني متقسمين، واحد موافق على مجلس الاداره، مجموعه موافقه على قيس العقوبي، مجموعه مش موافقه التضارب. المجموعه يعني اللي مش موافقه غلبت قالت نرجعوا خير الدين المضوي كان هو اللي حاكم الفريق انا الموسم على الفريق. قيس اليعقوبي درب ما دربش امسيه، درب امسيه واحده فقط مثلا سنيه في الصباح درب في المساء وبعد فسخ العقد، كيف سخور العقد يعوضوا له دراهم هز 7 ملاير يعني امر غريب يعني بعد يقول لك نوادي جزائريه يعني كيفاش ما تطورش امر غريب مستحيل تلقاها في النوادي الجزائريه او المصريه او صحيح أو التونسية. يعني التونسيه كيما قلت ولا النوادي المغربيه ما روحش بعيد المغرب والتونس ومصر محذانا الاشقاء العرب يعني ما عندهمش الاقالات نقولوا كاين المشاكل يعني تاع مدرب الحياه الاقالات يعني لازم مدرب هذه يعني. سبحان الله هذه سنت الله في خلقه لكن مش للدرجه هذه احنا راهو افراط خاصه في ثلاث الجولات الاولى افراط في اقاله المدربين. انا ما نكذبش عليك نهار اللي قالوا مدرب تاع هنا الاتحاد العشاش راح يروح والله غير غاضنا لان عارفين واش كاين مدرب العشاش مثلا عارفين نعم من ما لان نحترموا اراء الناس كل احنا كي نقولوا حابينها يبقى عارفين ربما الامكانيات نتاعه ولا قادر ولا مش قادر هذيك تبقى بين قوسين كل واحد وجهه النظر نتاعه لكن ليش قلنا حابينها يبقى حتى لضمان استقرار الكيب لان نص اللاعبين مش مؤهلين امكانيات النادي نتاعنا هنا على مستوى الواد الامكانيات الماديه ضعيفه لا سيد والله اعلم يعني وجهه نظر شخصيه على كل سيد كمان حتى يعني. سيد محمد ممكن يشاركنا حتى جمهور اتحاد سوف يعني يخص الولايه تاعنا فريقنا في سوف صحيح حتى الانصار لازم يكونوا متفاهمين بالعطوي مثلا النوادي اللي حكمها سابقا مديش معها القاب حكم دجنان تحكم بسكرة حكم وهران عام اللي فات وهران ضمن معها البقاء يعني وفريق وهران عام المدة هو يعاني يعني صحيح. يعني ما عندكش تشكيلة شباب بالوزداد باش تعود تطلب من بالعطوي يلعب اللقب او يلعب مرتبة مشرفة يعني صحيح. يعني نورمال مو نصبروا على بالعطوي مثلا هناك استراتيجية عمل قال مثلا 3-4 سنين هدف تاعنا البقاء كي يشتد عودنا في القسم الاول نعودوا كيف الصورة نرتبوا على نلعبوا على مرتبة قادر مثلا مرتبة افريقية قادر يجي اللقب يعني جوله بجوله احنا الانصار تلقاه ما سمحهم الله يعني حتى المدخول المادي يعني ربما الناس كل عارفين احنا لحد السوفي والله يا غير ظلم ذاتي يعني تلقى ما عندناش امكانيات ماديه ربما رانا من بين الولايات اللي فيها العديد والعديد من رجال الاعمال اللي قادرين والله انا نتمنى من هذا المنبر انه ناشدوا انه يقفوا مع الاتحاد السوفي لانه هو المواره نتاعنا صراحه يعني ما وبكل صراحه الاتحاد يعطون دفع مادي حتى كذا نقول احنا القدره الماديه كبيره تطمح
اقل طموح انك تجيب جويره في مستوى عالي، لان الغالب ما نقللوش من قيمه الجويره اللي راهم عندنا حاليا، ربي يبارك وربي يوفقهم، لكن ديما الانسان عنده طموح انه يزيد. انا صراحه يعني لو كان بيدي القرار، يعني كنت مثلا 8 نوادي بشركات، مثلا شباب القبائل، اتحاد الجزائر، شباب قسطنطينه، يكون هناك 8 فرق، قسم بثمانيه فرق يسموه القسم الممتاز، بعد الفرق اللي مع هذه الشركات يعود القسم الاول، مش الانجليز يعني. بارك الله فيك. مستحيل يعني فريق من اتحاد سوفي ونجم بن عكنون يقاوم فريق مثل شباب العاصمه يعني. والله شباب الوسطيه يعني غيرها يعني. كانك يعني جبت سياره ماريتي مع سياره تيغوان يعني. قلت لهم ديروا سباق. انا كوجت لي مثلا 8 او 9 فرق قسم ممتاز بشركات، نديروا قسم ممتاز نسموه، ثم قال الفرق هذه اتحاد سوفي بن عكنون القسم الاول، كيف الانجليز مثلا، كي مباراة غدا يعني، مباراة غدا يعني راه مقابلكم بولحم، مقابلك بالليل، مقابلك مانيش عارف باش تقابل الاولاد نتاعنا هنا، مقابلة الغد مثلا ندائي مثلا لجمهور اتحاد سوفي، صبر بركة حتى لا قدر الله في حالة الهزيمة ليست نهاية العالم، انت تلعب مع بطل الجزائر اربع مرات متتالية، اربع مرات تلعب على المستوى الافريقي، المستوى الافريقي اربع مرات يلعب الدور الربع النهائي لدوري ابطال افريقيا، وزيد فيه نجوم الفريق الوطني ثاني، ما لازم حتى النقطة هذه من الاعتبار. نعم معليش، احنا نتمنى القادر يجي الفوز يعني، مقابلة كل شيء ممكن فهمتني. نعم مقابلة يعني قادر يعني مثلا على حسب معطيات المقابلة، الشباب يزيد يكمل بعشرة مثلا، هناك ضربة جزاء للفريق الاتحاد السوفي ثم يركن للدفاع قادر يحافظ على النتيجة ويربح، ولكن غدا أنا بوجهة نظري حتى التعادل يعتبر فوز يعني. التعادل والله أنا واحد جزائري يعني، كون نجيب التعادل والله غير أنا ربي يبارك. نعم نعم، لأن يزيد المشكلة الأخرى قلت تأهيل تاع اللاعبين نتاعنا. نعم. مش عارف أنا علاش يعني صار الشيء هذا، وين نورمالمون يكون تأهلوا أي لاعبين سواء راك في القسم الأول، نورمالمون حتى الإدارة حتى الاتحادية نتاعنا بحكم الاتحاد السوفي طالع جديد ينبهوه للنقطة هذه. والمشوار مشوار يعني هذه من الغريب يعني في الأمر يعني. يعني لا أنا الغريب في الأمر أنا حير، أنا ما نكذبش عليك، السكرتير نتاعنا نتاع الاتحاد السوفي نورمالمون الاتحادية تنبه النوادي طالعة جديدة قال راه عندك ديلي لازم تأهل اللاعبين نتاعك، ما تخلينيش انا لا نتورط ونظلي واحد ونكمل بالرديف ومن بعد نظلي احنا كجمهور. ولكن سيد ممكن حتى تشاركوني الامر، انتم اهل اختصاص يعني، موش لازم حتى ينبهوك بالديلي، تعرف خدمتك يعني، تعرف خدمتك، هو عندك ديلي مثلا اللاعب الفلاني، انا عندي مثلا هميسي في الفريق تاعي لازم نسجله باش يعود مؤهل انه يلعب في الاكابر، مش حتى يقول لي ديلي يفض ما يفضش. انا كيف معناها نورمالمون كنا نكون فيها تنبيهات، لانه ممكن فيها اجراءات قانونيه اصعب شوي ربما في الأقسام الدنيا بسيطة. راكم لكم راكم في رابطة محترفة أولى يعني، يعني ما مطغيمش النقطة يعني، ما نبداش نتحجج كون جاء لاعب ولا زوز ونقولوا معليش، بصح تقريبا ستة ولا سبعة لاعبين ما أهلتهم في عشية انطلاق الموسم يعني، مشكلة كبيرة والله. وهذا كل الحمد لله نقولوا المشوار مقبول يعني بتعادل الحمد لله، الحمد لله إن شاء الله مقبولة يعني، الواسطة والوين يلحق الميركاتو إن شاء الله يزيدوا يلحقوا ولا إن شاء يكون. أنا أولاد صغار يقول لك فاروق، احنا ولاد صغار مع اتحاد الهميسه والله غير نجري وحدي، الاوراق نتاعهم مقريف في جيبي، انا نقول للشيخ نقول له اهل اللاعبين، ماذا بيا عندنا ان شاء الله اول نوفمبر كاس الجمهوريه مني موكادي. نعم. ان شاء الله رانا نسعوا باش ناهلوا اللاعبين كامل، عندي الكادير الحالي اللي راني مشرف عليه من فئه الاشبال، راني مؤهل حاليا 28 لاعب، 28 لاعب راهم في الموقع مؤهلين. نعم. نعم. زدت لي غير الاصغر اللي هم الاشبال، الاصغر اللي هم نقول احنا الميني. نعم. اللي مشرف عليهم الكوتش فاروق حاليا ثاني راهم قريب نكملهم كامل. نعم. وقلت للشيخ قلت له ماذا بينا الاولاد نتاعنا يكونوا كامل مؤهلين، ليش؟ لانه باش نفيتي. نعم. نعم. باش نفيتي اي حاجه. نعم شكرا. نعم. سيد. الله يسترك. ماذا مقاطعه. نعم. سيد فاروق يعني بنظر المدرب ولو انك مدرب فئه اقل من 13 سنه يعني مع تاهيل اللاعبين الجدد يعني، هل الاتحاد السوفي لديه كل المقومات لتحقيق البقاء يعني في اول موسم له في الرابطه المحترفه الاولى؟ نعم اكيد لديه المقومات باش يبقى في المحترف الاول، هذا اكيد بعد عزيمه المدرب، عزيمه اللاعبين، عزيمه الجمهور اللي راهم يتفرجوا ويشجعوا لاعبيهم في الخساره في الفوز في التعادل، مش نخسروا نقولوا لاعبين ما مش لاعبين، كي نفوزوا نقولوا لاعبين افضل لاعبين. نعم. العام الفات كي كانت تفوز العشاش كانت الناس كانوا تقول العشاش قوية. نعم. العام هذا كي خسرت ولا يقول المدرب مش قوي، اللاعبين مش من أول هزيمة يعني نشكوا في قدرات الفريق كما نقولوا كما كنا نتحدثوا حتى الانسجام بين اللاعبين انسجام اللاعبين مازال ما كان.
كانش. نعم. انسجام بين المدرب واللاعبين اصلا مازال ما كانش. نعم. ممكن ربما سيارة. ربما راه المدرب مازال مش حافظ حتى اسماء اللاعبين. نعم. مش تستنى منها الفوز وتستنى منها الثلاث نقاط في كل مباراه. نعم. وندعو يعني من هذا المنبر يعني الرياضه ما هي الا رياضه فيها فوز وخساره وتعادل. نعم. ندعو يعني سوى الانصار في ولايه الواد او في الوطن كامل يعني كفاكم من هذه التصرفات الطائشه وسب الامهات وسب يعني الكلام الفاحش. من فضلكم يعني ما هي الا كره قدم. اللي يربح نقولوا له مبروك واللي يخسر نقولوا له هناك تعويض في المقابلات القادمه. أكيد. يعني هناك يعني مدربين امهاتهم يعني تكون ميته يعني رحمهم الله. يعني كفاكم من هذه التصرفات من اجل مقابله يعني كما يقال من اجل جلد منفوخ يعني تسبوا يعني نعم لا مستوى منحط صراحه عند البعض. لا نقول الكل عند البعض. يجب تحلي بالروح الرياضيه ما هي الا مقابله. ممكن تغيظك يعني صراحه فريقك لما يتعثر ولكن تفكر في المقابله الجايه يقول هناك مازال جولات للتعويض. يعني كلش تبقى رياضه لما لا هذا السب وهذا الشتم يعني صحيح. ندعو للتوقف يعني سواء في الواد او يعني في عند البعض. لا نقول الكل يعني هناك البعض فقط لمن يتصرف هذه التصرفات سامحهم والله وهداهم الله ان شاء الله. قبل ان اختم فقط متابعي قناه التحرير حصه سكور سبور في هذه الامسيه ان شاء الله ستكون هناك قرعه كاس افريقيا 2024 في كوت ديفوار التي ستقام في شهر جانفي القادم. بالنسبه للقرعه التي ستقام هذه الامسيه بالنسبه لمستويات القرعه في المستوى الاول هناك كوت ديفوار البلد المنظم، المغرب، السنغال، تونس، الجزائر ومصر. في المستوى الثاني هناك نيجيريا، الكاميرون، مالي، بوركينا فاسو، غانا، الكونغو الديمقراطيه. في المستوى الثالث هناك جنوب افريقيا، الراس الاخضر، غينيا، زامبيا، الكونغو غينيا الاستوائيه وموريتانيا. وفي المستوى الرابع والاخير هناك غينا بيساو، موزمبيق، ناميبيا، انغولا، غامبيا وتنزانيا. تنزانيا هي التي ترشحت في المرتبه الثانيه كانت مع مجموعه المنتخب الوطني الجزائري ويقودها طاقم جزائري بقياده عمروش. نتمنى أن تكون القرعة في صالح المنتخب الوطني الجزائري ويقع في قرعة سهلة تسمح له بالذهاب بعيدا في كأس إفريقيا ولما لا التتويج بها للمرة الثالثة في تاريخه إن شاء الله. أيضا نتمنى غدا التوفيق للاتحاد السوفي في لقائه المتأخر لحساب الجولة الأولى أمام شباب بلوزداد ابتداء من الساعة الرابعة إلى الربع في ملعب الشطة. للتذكير هذه المقابلة أجلت في وقت سابق بسبب ارتباط شباب بلوزداد بالمنافسة القارية. في نهاية هذا العدد من حصة سكور سبور يسعني لأشكر السيد كمال مرخي. هذا العدد كان مخصص للحديث عن أكاديمية ترجي الزغبيات كرة قدم بحسي خليفة. في نهاية هذا العدد لا يسعني لأن أشكر السيد كمال مرخي رئيس النادي نادي ترجي. شكرا لكم سيدي على تلبية الدعوة. بارك الله فيكم الله يسركم إن شاء الله. وكذلك نشكر الطاقم اللي راهم معايا اللي راهم عاملين معايا سواء في الطاقم الإعلامي خالد بن عمر، فيصل، عبد الرحمن الرزوق، سواء المدربين سواء فاروق هميسي، ساسي بركة، عمر الخطاب، وبن عمر، ثاني بلال اللي راهم إدارة ومجموعة القائمة تطول يعني على سبيل الذكر يعني. باش ما نقللوش يسمحوا لنا اللي ما ذكرناش الأسامي ما تغشوش علينا بارك الله فيك. لأن الطاقم كبير قالوا 15 مؤطر يعني رسالة ربي يجزيهم خير إن شاء الله الكل إن شاء الله. نعم بارك الله فيك. أيضا لا يسعني أن أشكر السيد فيصل شرقي مسؤول في الإعلام في نادي ترجي. شكرا لكم سيدي على تلبية الدعوة. وفيك بارك الله إن شاء الله. بارك الله فيك على هذه الاستضافة الطيبة وهذه الالتفاتة. نعم الالتفاتة قناة التحرير مفتوح لكم في كل وقت لنادي مثل هذه النوادي لأنها هذا دورنا وجبنا أن الغبار على هكذا في النادي العمل الجماعي هو اللي خلانا نعم نوصلوا للالقاب سواء الوطنيه ولا سواء الولائيه. معناته مدرسه الترجي عندها صدى معروف سواء وطنيا او ولائيا. هذه استراتيجيتنا سواء حتى انا في الفريق الاعلامي نمشوا كفريق. استراتيجيه العمل بروح الجماعي. نمشوا كفريق نخدموا مع بعضنا متفاهمين مع بعضنا ما عندناش مسؤول على الاخر كلنا رانا يد واحده باش نخلوا النادي هذا في اعلى المستويات وعلى المراتب من الجهه الاعلاميه. وخلوا المدرب ثاني في جهته كل واحد ودوره يعني كل واحد ودوره ان شاء الله. ترجي الزغبيات من حسن الى احسن ان شاء الله. ايضا لا يسعني ولا اشكر السيد مهميسي محمد فاروق مدرب فئه اقل من 13 سنه في النادي. شكرا لكم سيدي على تلبيه الدعوه. شكرا بارك الله فيكم على هذه الدعوه ونشكر كل من معنا منهم القائد كمال مرخي وفيصل شرقي والاعلام اللي معنا خالد بن عمر وكل الطاقم اللي راهو معنا. ونوجه شكر خاص رئيس النادي اتحاد الهمائس عنتر بوترعه اللي راهو معاونا وراهو واقف معنا. نتمنى التوفيق لاتحاد الهمائس وصعود القسم الوطني الثالث ان شاء الله. تعويض خيبه العام الماضي ان شاء الله.
ولو أنا ما سماش خيبة لأن فريق أولمبي الواد نحن كلنا يعني نتمنى نتمنى نقطة أخرى إن شاء الله. نتمنى أنه أكاديميتنا تولي نقطة لجلب اللاعبين إن شاء الله في أندية كبيرة إن شاء الله. إن شاء الله وبارك الله فيكم إن شاء الله. شكرا لكم سيدي. متابعي قناة التحرير حصة سكور سبور في نهاية هذا العدد من الحصة، هذا بشير مساوي يحييكم، تحية خاصة للمخرج السعيد وإلى عدد آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.